ومعنى الآية أن الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل إلى أممهم ومعهم البراهين الدالة على صدقهم المؤيدة لبعثتهم من عند ربهم، ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية للبشر وصلاحهم في دينهم ودنياهم، وأمرهم بالعدل والميزان ليعملوا به فيما بينهم لكي لا يظلم بعضهم بعضا. ترى الناس مبنية على مبنية ومجبولة على الانتصار لذواتها حتى لو كان الحق مع غيره. ما يدور في المحاكم، في الشرط، في انتشار الجرائم، في استيلاء بعض الناس على حقوق الآخرين وأموالهم ونيلهم من أعراضهم وحقوقهم، كله من ظلم الإنسان. ولهذا لابد من العدل والقسط والميزان الذي يقوم به ولي الأمر، ويقوم به القضاة، ويقوم به مثلا رجال الأمن. ولما كان الناس فريقين، فريق يقتنع بالعلم والحكمة، وفريق لا ينفع فيه إلا السيف والحزم، ناسب هنا أن يذكر وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالنظر إلى اختلاف الناس. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو تقرأ بعض القرآن 100 ختمات على بعض المجرمين ما ينفع به، أو المواعظ أو الخطب أو الدروس، لكن حد السيف يؤدب الظالم والعدو. ولهذا هذا من حكمة الاقتران، إنزال الكتب والميزان والعدل. الناس فريقان، فريق تقوده المعلومات والعلوم والحكمة والرأي والمعجزة البيانية النظرية، وفريق لا ينفع فيه إلا السيف والعصا. وكان ما يزع الشيطان أكثر مما يزع القرآن، وكان العدل والنظام لأمور الأفراد والمجتمعات والأمم والعالم لا بد من حام يحميه. وهنا تأتي أهمية وجود الدولة والأمن والاستقرار، ووجود ولي أمر ألزمنا بالسمع والطاعة له بالمعروف لمصلحتنا نحن، حتى لا يبغي الباغي ولا يظلم الظالم ولا يستعدي العدو. وإذا أي أحد خالف هذا المنهج فإنه جلب الدمار لنفسه. ولهذا في كل نظام له دولة، والدولة لها ولي أمر ولها إمام، والإمام يلزم الرعية السمع والطاعة له بالمعروف حتى تستقيم أمور الناس. وهذا الحاكم وولي الأمر لا بد أن يحمي شعبه ورعاياه ودولته، يحميها بالنظام والعدل في داخل البلاد وفي خارجها. ولهذا جاءت المنة الثالثة وأنزلنا الحديد، القوة، الدفاع، السلاح